يعني مساء الخير عليكم. احنا هنا من العاصمة القطرية الدوحة، وساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة الاهلي امام بطل البرازيل في يعني لقاء تحديد المركزية الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. خليني اكلمكم على كواليس الساعات الاخيرة كده من الدوحة. يعني في البداية النهاردة في تركيز قوي جدا في معسكر الاهلي مع ازمة برضو موجودة بعد استبعاد الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات من حسابات او من الفيفا، بعد يعني خرقهم كده للفقاعة الصحية اللي عملها الفيفا بعد مصافحتهم للكابتن محمد ابو تريكه. خلينا اكلمكم على كواليس الاستبعاد. طبعا في البدايه النهارده الاتحاد الدولي زي ما كلنا عارفين ابلغ الاهلي بشكل رسمي في الساعات الاولى كده من الصباح باستبعاد الثنائي بعد خرقهم للفقاعه الصحيه، وقالوا ان دوت يعني غير مسموح به، وده اللي خلى كابتن محمد شناوي حارس الاهلي قال في تصريحات ليه كده اثناء يعني الاجتماع الفني اللي هم فوجئهم بالكلام دوت، وان ما كانش في تحذيرات منهم، خصوصا ان كل الناس اللي بتكون متواجده في الاستاد بيكونوا عاملين المساحات الطبيه، وزي ما انتم عارفين الامن بيكون متواجد، ما حدش من الامن منع الثنائي. يعني كان في استغراب من الكابتن الشناوي لكنه قال ان كل اللعيبه مستعدين بشكل قوي جدا للقاء. النهارده كان في تفكير كده من الاهلي اللي هم يبداوا يبعتوا التماس من الفيفا عشان يتم السماح للاعبين بالمشاركه، خصوصا بعد اجراهم لمسحه كده تحت يعني اشراف الفيفا واثبتت اللي هي سلبيه، لكن الفيفا يعني لكن الاهلي تراجع عن الفكره ديت وبدا يقولوا اللي هم مش هيعملوا كده او مش هيبعتوا التماس، واللعيبه اللي موجوده تقدر تكون يعني على قد المسؤوليه، وبداوا على طول يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ يتم توقيع عقوبه ماديه على الثنائي الشحات وكهرباء. لم يتم الاعلان عنها لكن اعلن اللي هيتم توقيع عقوبة مالية عليهم بسبب يعني تلك المخالفة اللي وصفها مستر موسيماني الصبح، اللي هي يعني خطأ كبير وقع فيه الاثنين اللاعيبة. طبعا زي ما احنا عارفين مفيش بديل ليهم غير طاهر محمد طاهر، هو اللي هيكون متواجد بشكل رسمي كده، هو الجناح الوحيد اللي بيلعب، هو واكرم توفيق هيحل محل بقى حسين الشحات في المباراة. اما بالنسبة لعلي معلول، فعلي معلول النهارده شارك بشكل قوي في تمرينات النهارده او في مران الاهلي النهارده الاخير اللي كان يعني الساعه 7 مساء، ظهر بشكل قوي في تجهيزات وفي محاولات لتجهيز علي معلول النهارده بشكل قوي جدا من مسؤولي الاهلي ومن طبيب الاهلي عشان يقدر يشارك في لقاء الاهلي غدا الهام جدا اللي بيامل فيه كل جمهور الاهلي اللي هو يخرج بيعني نتيجه ايجابيه. بالنسبه طبعا مؤمن زكريا لاعب الاهلي كده كان حريص اللي هو بقى يدعم كل لاعبي الاهلي النهارده ببوست كده على انستجرام، بدا يقول لهم يعني انتوا رجاله والبرونزيه رجاله، في دعم قوي من كل لعيبه الاهلي سواء القدامى او يعني السابقين، دعم قوي جدا. مؤمن زكريا كان حريص اللي هو يدعم اللعيبه ويبدا يعني يطالبهم كده بالتركيز بكره في المباراه، في هدوء تام بيسيطر على بعثه الاهلي هنا في الدوحه. كابتن محمود الخطيب بيطبق عليهم يعني حظر او حجر اعلامي كامل داخل البعثه، مفيش حد اي حد بيقدر يتكلم معاهم ومفيش اي حد بيقدر يوصل لهم، يعني ممكن يكون الشخص الوحيد اللي متواجد غريب عن بعثه الاهلي داخل البعثه هو مندوب الفيفا، هو ده الوحيد اللي بيقدر يتواصل مع بعثه الاهلي، محدش متواجد خالص في فكره الفقاعه. زي ما احنا عارفين كهربا والشحات لما تم يعني استبعادهم كده وتم خروجهم من القائمه اتعزلوا في الغرف بتاعهم، ما عادوش هم كمان مختلطين بالبعثه نهائيا، بقوا معزولين الاثنين في الغرف وبيوصل لهم الاكل كده على باب الغرف بياخدوه على طول. لكن طبعا زي ما احنا برضو عارفين في حاله شد قويه جدا من الفيفا على كل الاجراءات الاحترازيه بسبب يعني محاولتهم المستمره بانجاح البطوله وتطبيق نظام الفقاعه يعني بشكل يكون منجح ويعني يكون فيه استمراريه واضحه. يعني خلينا اقول لكم يعني في الوقت الاخير كده كل الجمهور الاهلاوي اللي متواجد في الدوحه هنا راح بشكل كبير جدا النهارده عشان يعملوا مساحات البي سي ار، عشان هنا يعني اللي بيكون داخل الاستاد بيبدا يعمل مسحه البي سي ار بعد ما بيحجز وبيجي له التيكت بتاعه، عشان يستلم التيكت لازم يروح يعمل مسحه البي سي ار ويدوله الموافقه عليها يعني عشان يكون مسموح له، بيطلع على طول المسحه بعدها بربع ساعه. يعني
تركيز قوي جدا من كل بعثه الاهلي وحاله ارتياح ما بين اللعيبه النهارده في مران النهارده اللي كانوا حريصين كده اللي هم يحتفلوا اكتر من مره ويحاولوا يخرجوا نفسهم من المران باحتفالهم باكتر من عيد ميلاد من حد من اللاعبين، يعني سعاده وارتياح وحاول محاوله مرح كده قويه ما بين لعيبه الاهلي وما بين مسؤولي الاهلي، خصوصا بعد الازمه اللي حصلت زي ما احنا عارفين او زي ما احنا قلنا بتاع كهربا والشحات الاثنين اعتذروا بشكل قوي جدا. كابتن محمد ابو تريكه كتب اعتذار اليوم على مواقع السوشيال ميديا، الاهلي قرر ان هو يطبق عليهم العقوبه خلاص، وكابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان العقوبه هيتم تطبيقها يعني بكره ان شاء الله. لقاء مهم جدا بينتظره كل عشاق الكوره المصريه يعني ما بين الاهلي وبطل البرازيل كده في الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت الدوحه. تركيز قوي من كل اللعيبه، هدوء قوي جدا 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 داخل يعني معسكر الاهلي. هيكون طبعا طاقم الحكام اللي هيدير المباراه هو طاقم حكام تحكيم سنغالي. الاهلي خلاص في يعني في الاجتماع الفني النهارده تم التاكيد ان الاهلي هيلبس او هيلعب بكره بالزي الاحمر بتاعه، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض. يعني نامل ان شاء الله ان النادي الاهلي يظهر بكره بشكل محترم وشكل يليق باسم الاهلي ويليق باسم الكره المصريه. يعني في محاولات جاده زي ما احنا قلنا لكم بتجهيز علي معلول، وهيكون بديل علي معلول لو ما كانش جاهز هيكون مكانه ايمن اشرف اللي هيلعب مكانه على يعني الشمال كده، وهيدخل ياسر ابراهيم بجوار بدر بنون. يعني نامل ان احنا ان شاء الله يكون علي بكره جاهز، ونامل ان الاهلي ان شاء الله يقدر بكره يقدم لقاء قوي جدا. المنافس شايف ان المباراه بالنسبه له متساويه ما بينه وما بين الاهلي، فرصته بيقول دايما المدير الفني او قال النهارده المدير الفني ان فرصتهم متساويه مع فرصه الاهلي، وقال ان المباراه هتكون قويه جدا. مستر موسيماني اكد ان يعني الاهلي مركز بشكل قوي جدا وبيامل ان هو يرجع بالبرونزيه تاني، خصوصا بعد تحقيقه البرونزيه كده في 2006، وبيامل ان هو يحقق رقم قياسي جديد. يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله نشوف لعيبه الاهلي بشكل محترم، ونشوف مسؤولي الاهلي بشكل محترم جدا بكره، ونشوف اداء قوي ورجولي من كل لعيبه الاهلي اللي هيرجعوا مصر ان شاء الله يوم الجمعه بعد انتهاء البطوله بشكل رسمي غدا باذن الله. طبعا القرار الفيفا ان لو الاثنين او الفرقتين تعادلوا في المباراه هيتم الاحتكام لركلات الجزاء على طول، مش هيكون في اي وقت مستقطع، على طول هيتم تسليم جوائز المركز الثالث بعد النهائي البايرن اللي هيكون بتوقيت الساعه 9 مساء بتوقيت الدوحه 8 بتوقيت القاهره. يعني خلينا بكره باذن الله منتظرين النتيجه اللي باذن الله باذن الله باذن الله تسعد كل عشاق الكره المصريه وتسعد كل جماهير النادي الاهلي، ويتشرف كده مصر وتشرف النادي الاهلي، ويتوج الاهلي باذن الله للمره الثانيه بالبرونزيه. استنونا بكره بتغطيه مباشره لحظه بلحظه من قدام الاستاد من اول لحظات يعني اقدام كده او توجه الجمهور للمدرجات لحد بعد انتهيه المباراه، وباذن الله لحد بعد انتهيه مراسم الاحتفال اللي باذن الله باذن الله تكون الاهلي طرف في الاحتفال بتتويجه بالبرونزيه الثانيه ليه على في يعني في بطوله كاس العالم للانديه. باذن الله نلتقيكم بكره، وتغطيه خاصه وشامله على كل يعني منصات اليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي وكل مواقع السوشيال ميديا. باذن الله انتظرونا بكره وتغطيه خاصه وتغطيه شامله وكامله لكل احداث مباراة الأهلي في تحديد مركزية الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. شكرا لكم.